السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا كرام، أهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو. بهذا الفيديو رح أشرح بشكل شبه تفصيلي عن مجلة مندلب العلمية. مجلة مندلب العلمية هي أول مجلة طبية علمية إعلانية في شمال سوريا. المجلة طبعت بعدد 10,000 نسخة بالعدد الأول، وتم توزيعها بكافة أنحاء الشمال السوري. تم توزيعها بعدد توثيقات للتوزيع يفوق 1000 صورة. تم توزيعها تحديدا من البرناس، خربة الجوز، عين البيضاء، غربا إلى جرابلس والغندورة، شمالا وشرقا. تم توزيع في مدينة الباب، في جرابلس، في الغندورة، في مارع، في الراعي، في إعزاز، أيضا في حول إعزاز، في عفرين، تسرمدة، ودانا، معرض مصرين، إدلب، دركوش، جسر الشغور، سلقين، حارم، كفر تخاريم، في الساحل، أريحة، المصطومة وبلدات أخرى. تم توزيعها بكافة أنحاء تقريبا الشمال السوري. تم استهداف الطبقة الطبية، تحديدا تم استهداف بهذه المجلة الأماكن التي يستهدفها الناس: الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، مجمعات الطبية، العيادات العامة والعيادات الخاصة، المشافي العامة والخاصة، مراكز المنظمات وبعض المدارس ومراكز التجزئة الطبية. ففعليا بهاي المجلة يعني إعلان الأشخاص اللي وضعوه في هاي المجلة وصل تقريبا لعدد كبير جدا من الناس بفضل الله. بعد فترة التوزيع تم نشر صور على الفيس. هذه الصور تقريبا كانت 998 صورة، 985 صورة، ما بتذكر بالضبط العدد، لدرجة أن في كتير ناس زهقت من كم المنشورات. بفضل الله كان نسبة وصول المنشورات غير التوزيع الفيزيائي أكثر من نصف مليون إنسان، يعني في أكثر من نصف مليون حساب على رؤية الصفحة شاهدوا منشورات التوزيع. طبعا ما اطلعوا على المجلة بشكل تفصيلي. فببساطة المجلة 16 صفحة، سهلة القراءة، ألوانها متعددة، جودة الطباعة عالية، جودة الطباعة عالية، نمط الطباعة هو كلاسي، 16 صفحة سهلة القراءة، محتوى الصور فيها مغني، إضافة للمعلومات فيها حجم الخطة جيد فبيوصل للتفاصيلات الإعلانية، فيها شركات أدوية عدد جيد، صيدلية واحدة، مركز تجزئة طبية، إضافة لصفحة نحن تفردنا فيها للشرح عن أنفسنا، صفحة لتطبيق طبيب وكلي والتطبيق الطبي اللي يساعد الناس بالوصول للأطباء والصيدليات المناوبة، إضافة لبعض النقاط الثانية اللي هي منها أسماء أطباء وغيره. ففعليا إعلان في المجلة يعني استثمار جيد جدا، والكلف طبعا في قدرة لحجز صفحة أو صفحتين أو عدد كامل، أو في قدرة حتى لأخذ ربع صفحة. طبعا هذا الأمر يتم التوثيق. راح أضيف أرقام التواصل الخاصة في المجلة من أجل الاستفسارات. إن شاء الله راح أزودكم في التعليقات في رابط تحميلها PDF. مجلة مدلب إن شاء الله نحن هلأ في طور إطلاق العدد الثاني. طبعا حاليا عم نستقطب أشخاص عندهم علامات تجارية أو شركات أدوية أو صيدليات، أطباء، مستشفيات خاصة. طبعا نحن نستهدف في هاي المجلة القطاع الخاص لأنه هي مجلة علمية وإعلانية في نفس الوقت. فما بدي أطول الفيديو أكثر من هيك. أنا حابب أشكر كل شخص وصل لهذه اللحظة من المشاهدة. بشوفكم خير إن شاء الله دائما. السلام عليكم ورحمة الله.